لم تكن القاهرة هي العاصمة الوحيدة لمصر على مر العصور، فقد سبقها العديد من العواصم والمدن التي لا تقل أهمية عن القاهرة، وفي هذا التقرير نستعرض عواصم مصر على مدار التاريخ، ونبدأ بعواصم مصر في العصر الفرعوني على أن يكون التقرير القادم عن عواصم مصر في العصور الوسطى والعصر الإسلامي. ولا بد نشير في البداية أن مصر قد عرفت خلال العصور بمجموعة من المسميات، والتي تنقسم إلى ثلاث مسميات. المسمى الأول هو كيمة، الذي أطلقه المصري القديم عليها بمعنى الأرض السوداء أو الأرض الخصبة. والمسمى الثاني، وهذا في الدولة الفرعونية الحديثة، أطلق عليها اسم حد بتاح، وهو في الأصل اسم لأحد أبرز معابد الإله بتاح في منف، ويعني مقر قرين الإله بتاح. وفي القرن التاسع قبل الميلاد في إحدى ملحمتي الشاعر هوميروس الأوديسة، وظهر اسم إيجوبس مشيرا لمصر، وأن هذا الاسم مشتق من الاسم المصري حكا بتاح. وكان اليونانيين يجدون صعوبة في نطق حرف الحاء في بداية ونهاية الكلمة، فأستبدلوا حرف الكاف بحرف الجيم فأصبح الاسم إيجوب، ثم أضاف إلى نهاية الكلمة حرف السين لكي تصبح إيجوبس. وقد أخذت اللغات الأوروبية كلمة إيجبت من كلمة إيجوبس. المسمى الثالث، وهو اسم مصر الذي ورد في القرآن الكريم والتوراة، وأن كلمة مصر في اللغة العربية تعني قطر أو تجمع على الأمصار منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وذكر اسم مصر في اللغات الآشورية والبابلية والعبرية، وكانت على النحو الآتي: مشر، مصر، مصور، مصر، مصرايم. كما تعددت الممالك التي قامت على أرض مصر، وتعددت أيضا عواصمها واختلف أماكنها، حيث امتلكت مصر أكثر من 22 عاصمة، منهم 16 في تاريخ مصر القديم وستة في تاريخ مصر الوسيط والإسلامي. ونبدأ ب 1. العاصمة الأولى، وهي الطينية، من 2950 قبل الميلاد إلى 2895 قبل الميلاد، ولقد سمها المصري القديم تنور، وبالرماني تنز، وبالعربي الطينية، وتقع حاليا في سوهاج، وكانت مسقط رأس الملك مينا بعد توحيده مصر العليا ومصر السفلى معا. 2. العاصمة الثانية، وهي منف، من 2895 قبل الميلاد إلى 2360 قبل الميلاد، من الأسرة الأولى حتى الأسرة الثامنة، كما أنها ذكرت في التوراة باسم نوف، وتقع حاليا في مدينة البدرشين، وتعتبر من أقدم العواصم المصرية التي اتخذها الملك مينا بعد توحيده البلاد لينقل العاصمة من مسقط رأسه إلى منف. 3. العاصمة الثالثة، وهي إهناسيا، من 2360 قبل الميلاد إلى 2160 قبل الميلاد، من الأسرة التاسعة حتى الأسرة العاشرة، أطلق عليها المصري القديم ننو، واسمهم بالإغريقي هرقليوبوليس والعربي إهناسيا، تقع حاليا في بني سويفة. انتقلت إليها العاصمة بعد الثورة الجامحة التي قامت ضد الطبقات العليا التي كان بيدها زمام الأمور، وكان الوجه البحري أكثر الأماكن اشتعالا، فانتقلت العاصمة للجنوب لمدينة ننو التي تعني مقر الطفل الملكي، وكانت مقر عبادة الأله حري شاف، الذي ربط بعد ذلك بينه وبين إلههم هرقل، لذلك سميت المدينة باسم هرقليوبوليس أيضا. 4. العاصمة الرابعة، وهي طيبة، مرة أخرى، من 2160 قبل الميلاد إلى 1715 قبل الميلاد، من الأسرة 11 إلى الأسرة 13، تقع حاليا في مدينة الأقصر، اسمها بالمصري تائي تعني المكان المقدس، وفي اليونانية تيباي، وهذا الاسم الذي أشتقت منه كلمة تيبه التي ذكرت في التوراة باسم توت آمون، وتعني مدينة آمون، وقد ذاع صيتها صاحبة المئة باب من الذهب
5. العاصمة الخامسة وهي خاسوت من 1715 قبل الميلاد إلى 1660 قبل الميلاد في الأسرة الرابعة عشر، وتقع حاليا في جنوب محافظة كفر الشيخ. أطلق عليها المصري القديم خاسو وبالروماني إكسوريس والمسيحي سخاوي وفي اللغة العربية سخا، وهو اسمها حتى الآن. 6. العاصمة السادسة أواريس من 1660 قبل الميلاد إلى 1580 قبل الميلاد في الأسرة السادسة عشر، تقع حاليا في شمال محافظة الشرقية. عرفت في النصوص المصرية باسم بر إمن ويعني بي الآله آمون، وهذا الاسم تحول للغة العربية إلى فرمة. وعرفت أيضا باسم أوارت الذي اشتقت منه اسم أواريس، وذكرت في النصوص اليونانية باسم بلوزيوم ومنه اشتق الاسم العربي بليوز، وقد عرفت في العصر المسيحي باسم برامون، وقد أصبحت عاصمة لمصر في عهد الهكسوس. 7. العاصمة السابعة وهي طيبة للمرة الثالثة من 1580 قبل الميلاد إلى 1353 قبل الميلاد في الأسرة السابعة عشر، بالتحديد بعد طرد الهكسوس من مصر، حيث عاد الاستقرار البلاد وعاد الملك إلى طيبة مرة ثانية، التي ظلت عاصمة لمصر خلال فترات حكم الأسرة السابعة عشرة حتى الأسرة العشرين. إلا في خلال فترات قصيرة انتقلت العاصمة إلى مدينة أخيتاتون التي أسسها الملك إخناتون. 8. العاصمة الثامنة وهي تل بني عمران أو تل العمارنة من 1353 قبل الميلاد إلى 1332 قبل الميلاد في الأسرة الثامنة عشر، والموقع الحالي هو تل بني عمران بمركز دير مواسى في محافظة المنيا، والاسم المصري القديم أخيتاتون، وهي القرية التي إنشأها الملك المسمى إخناتون تكريما للإله أتون قرص الشمس الذي عبده إخناتون، ولكن كهنة الإله آمون قاموا بمحاربته والقضاء على حركته. 9. العاصمة التاسعة هي طيبة للمرة الرابعة من 1332 قبل الميلاد إلى 1090 قبل الميلاد في الأسرة الثامنة عشر حتى الأسرة العشرين. خلال هذه الحقب اشتهرت مدينة طيبة وذا عصيتها في العالم كله، وكانت هذه الفترة أزهى عصور هذه المدينة العريقة، إلا أن امتدت إليها يد اللصوص وتم نهبها عام 668 قبل الميلاد من خلال جنود من آشور، حيث هدمت، وفي عام 525 قبل الميلاد احتلها خمبيز الذي أرسل ما فيها من دهب وعاج وأحجار كريمة إلى بلاد العجم، وتعرضت أيضا للنهب والسلب في العصر الروماني كما ذكر هيرودوت. 10. العاصمة العاشرة وهي صان الحجر من 1090 قبل الميلاد إلى 945 قبل الميلاد في الأسرة الحادية والعشرون، التي تقع حاليا في صان الحجر مركز الحسينية محافظة الشرقية، التي عرفت في النصوص المصرية باسم جعن وأيضا سبات محت، أي المدينة الكبيرة الواقعة في نهاية السير إلى الشرق، وكان غرض ملوك هذه الأسرة من الإقامة بها وجعلها العاصمة هو السيطرة على سياسة البحر الأبيض المتوسط. وعرفت في العصر الروماني باسم تانيس، وذكرت في التوراة باسم صوعا، واسمها في العربية صان، وأضيف إليها كلمة الحجر إشارة إلى الكم الهائل من الأحجار المتبقية من آثار المدينة المصرية. 11. العاصمة الحادية عشر وهي شوبك بسطة من 945 قبل الميلاد إلى 730 قبل الميلاد الأسرة الثانية والعشرون الثالثة والعشرون، وموقعها الحالي هو مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأطلق عليها المصري القديم بإس وأيضا بر باس، والتي تعني سكن الإله بإست، وهو معبود البلد، وكان يرمز له بال
القطة كما ذكرت في التوراة باسم فيابستة، وأطلق عليها المسيحي بوباستت، وأطلق عليها الروماني بوباستس، وأصبحت في العربية بسطة. وكمعظم المناطق الأثرية التي تحولت بمرور الزمن إلى تلال، فسبقت كلمة بسطة بكلمة تل. 12 العاصمة الثانية عشر وهي صال حجر من 730 قبل الميلاد إلى 716 قبل الميلاد في الأسرة الرابعة والعشرون، وموقعها الحالي صال الحجر، مركز بسيون، محافظة الغربية. وأطلق عليها المصري القديم حنيت، أي قصر الإله نيت، وأيضا ساو. وأطلق عليها الروماني صاص، وأطلق عليها القبطي صا، وأصبحت في العربية صا، وأضيف إليها مقطع الحجر للإشارة إلى الكم الهائل من الأحجار المتبقية من آثار المدينة. 13 العاصمة الثالثة عشر هي نباتا النوبية من 716 قبل الميلاد إلى 663 قبل الميلاد في الأسرة الخامسة والعشرون، حيث هذا العصر تميز بضعف الحكام، ومرت البلاد بعصور ضعف، حيث استولى على الحكم أسرة حبشية ونقلوا العاصمة إلى مدينة نباتا النوبية التي تقع حاليا في سفح جبل بركة في السودان. وقد هدمت هذه المدينة عام 24 قبل الميلاد. 14 العاصمة الرابعة عشر هي صال حجر للمرة الثانية من 663 قبل الميلاد إلى 525 قبل الميلاد في الأسرة السادسة والعشرون، نقلت العاصمة إلى مدينة ساو مرة أخرى، واشتهرت فيها هذا العاصمة بمدرستها التي كانت تغذي مصر بالأطباء والعرافين، وكما اشتهرت بمصنعها الهائلة لنسج الكتان. 15 العاصمة الخامسة عشر هي منديس من 398 قبل الميلاد إلى 379 قبل الميلاد في الأسرة التاسعة والعشرون، وموقعها الحالي في قرية تميل أمديد بمركز تميل أمديد في محافظة الدقهلية، ويتكون اسمها الحالي من اسم مدينتين قديمتين كانت منفصلتين، وهما أطلال مدينة تيموس المصري، وهي تمي وتعرف الآن باسم تل عبد الله بن سلام، وأطلال مدينة منديس وهي الأمديد وتعرف حاليا باسم الربع. 16 العاصمة السادسة عشر وهي سمنود من 379 قبل الميلاد إلى 341 قبل الميلاد في الأسرة الثلاثون، وموقعها الحالي في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وأطلق عليها المصري القديم ثب نتر، وهو اسم مكون من مقطعين ثب تعني الأرض، ونتر وتعني المقدسة أي الأرض المقدسة، اسمها القبطي سمنود. ثم في العربية سمنود ظلت سمنود عاصمة طوال فترة حكم الأسرة الثلاثون، ثم عاد الفورس لمرة ثانية وحكموا مصر لمدة 9 سنوات